إغلاق جميع المعارض والمحلات والأسواق المركزية والسماح بالبيع والشراء بالوسائل الإلكترونية. تستثنى منافذ التسويق والأسواق المركزية الخاصة بالمواد الغذائية والتموينية. تكليف بلدية الكويت بتحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من الإغلاق. تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن العطلة الرسمية من فترة 12/3/2020 حتى 26/3/2020 السابقة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 12/4. تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية تحديد فئات المواطنين الذين يمكن إعادتهم وذلك وفق الإمكانيات الصحية المتوفرة في البلاد. حظر التجوال. فرض حظر التجول الجزئي في البلاد اعتبارا من مساء يوم الأحد الموافق 22/3/2020 على أن يبدأ الساعة 5 مساء ويتوقف الساعة 4 صباحا يوميا حتى إشعار آخر. تكليف وزارة الداخلية بوضع ضوابط وآليات تنفيذ الحظر. 3. تكليف الحرس الوطني بمعاونة قوات الشرطة في فرض حظر التجول.